تذكر وقت كان عندك رش علي وهلا انت اللي صار عندك رش علي عشان تقدري تجاري هذا النوع من البنات لازم دائما تحسسيهم انك احسن منهم او تشوفي حالك عليهم غير هيك ما رح يحترموك انتي سيلبرتي هلا act like one كمان start dressing like that وقتك تسمين بكفي اللي صار معك بدي تاكلي راسنا هلا جد مش ناقصينك هبه اذا انت بايعاها ومستقله بمستقبلك مش فارق معك فانا بفرق معي كثير لانه انت الوحيده اللي بدك تدخلي جامعه واحنا لا يعني. لا بس انا اللي عندي ام وقفت لي على الدقره لازم اتعامل معها مش انت تقلديني شو ما عندك عقل براسك هاي نادين انبسطت بشوفتك شو مش متبادل انا بريلي Bye.
مليون فولوور على السوشيال ميديا، وأنا وكارين وازن بستي. Thank you.